عرفنا ان امير موصي واحد صاحبه اسمه عبد الرحمن انه يوقع جميله في حبه وسجل لها وجيب لها صور كمان علشان امير يكسر مناخيرها ويكسر كبريائها. لكن للاسف مش امير بس اللي عمل كده. في بيت ريهام كانت ريهام قاعده متوتره ومستنيه تليفون مهم. التليفون المهم كان من الزفت اللي اسمه حسام صاحبها، وكانت بتطمن منه انه خلاص خلص المهمه مع سهى. وبالفعل حسام خلص المهمه وفضح سهى، وسهى من النهارده لا يمكن تقدر تقرب من امير ولا تعترض طريق ريهام. وطبعا حسام بيعمل كل ده بمبلغ مالي معتبر من ريهام. ريهام بتوطي صوتها، وبعد ما بتطمن ان خلاص سهى انزحت من طريقها بتطلب كمان مهمة من حسام بمقابل مادي اكتر. ريهام بتقول لحسام: بقولك ايه، عندك بقى مهمة تانية خالص، عايزة تخطيط من نوع خاص في بنت سكرتيرة امير بي وابوه اسمها جميلة. البنت دي عاملة لنا فيها خضرة الشريفة، انا بقى عايزك تعلملي عليها تمشي طول العمر بوصمة عار. حسام بيرد عليها وبيقول: سكرتيرة امير؟ تمام تمام، طب خلاص اديني رقمها او عنوانها، اديني اي معلومات عنها وقوليلي هي البت يعني عاملالك ايه، اهي سهى وعرفنا عملت ايه، انما جميلة دي عملتلك ايه. بقولك ايه يا حسام، ملكش دعوة عملت ايه ونيلت ايه، المهم انك تقوم بمهمتك على اكمل وجه، عايزة اللي حصل مع سهى يحصل ضعفه واضعاف اضعافه كمان مع اللي اسمها جميلة. هبعتلك رقم تليفونها، بس خلي بالك البت عاملنا فيها لسه راجعة من العمرة، فاهم؟ خلاص يا ريهام، تمام تحت امرك، تقلي جيبك بس علشان المرة دي هنزود الفيزيتا شوية. ريهام بتبعت رقم تليفون جميلة لحسام اللي بخطط وقرر يدخل حياتها، وفي نفس الوقت عبد الرحمن مش سايبها في حالها. لكن جميلة مش واخدة بالها من عبد الرحمن خالص. لكن يا ترى حسام هيقدر يخترق حصون جميلة؟ ويا ترى هيدخل لها ازاي؟ وبعد يومين ريهام شغالة كل يوم سهر وخروجات مع أمير ومع غير أمير، مع ناس مصريين وغير مصريين، وأمها طبعا مشجعاها على كده. وجميلة تعبانة قوي في الشغل، وكل يوم خير بيه بيديها صلاحيات أكتر، وأمير قاعد زي خيبتها في مكتبه كل اللي بيعمله إنه ببص عليها من ورا اللوح الزجاجي وبيشوفها وهي شغالة. وكل يوم يتصل على عبد الرحمن وقول له: ها مفيش جديد؟ عبد الرحمن يرد ويقول له: والله يا أمير يا صاحبي البت ما بترفع وشها من الأرض، أنا أساسا مش عارف أكلمها كلمتين على بعض. لكن واضح إن حسام عنده تخطيط جديد خالص غير عبد الرحمن وأمير. جميلة في ليلة قاعدة في أوضتها برن تليفونها برقم غريب. جميلة بترد وتقول: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أستاذة جميلة معايا؟ أيوة يا فندم، مين حضرتك؟ أنا يا فندم الشيخ حسام من جمعية خيرية لكفالة اليتامى وتجهيز البنات الأيتام وتشجيع البنات على الحجاب، وبنختار أرقام عشوائية بنتصل بيهم، لو حضرتك مهتمة بالأمر ممكن تكلمينا ونتقابل، لو حضرتك يعني حابة تتبرعي بأي حاجة، ملابس قديمة أو فلوس للبنات الأيتام دول. جميلة عجبتها الفكرة قوي وابتسمت وقالت: طبعا طبعا ربنا يزود من أمثالكو، إن شاء الله أنا معاكو طبعا ومرحبة جدا بالموضوع، بس ممكن حضرتك تقولي العنوان وإن شاء الله ربنا يقدرني واجيلكو واجيب لكم معايا شوية هدوم وفلوس كمان، وممكن كمان أجيب لكم أجهزة للعرايس. خلاص يا فندم إن شاء الله تشرفينا، اكتبي عند حضرتك العنوان، بس يا ريت قبل ما تيجي تتصلي بيا علشان ساعات كتير قوي بتكون الجمعية مزحمة. حسام هادى جميلة عنوان وهمي، وجميلة بحماس شديد قالت: تمام يا فندم ولا يهمك، وشكرا جدا إن البلد لسه فيها ناس زيكو ولسه الدنيا بخير. حسام بيبتسم ابتسامة خبيثة وبيقول:
الشكر كله لحضرتك يا أنسة جميلة، إنك هتساعدي الجمعية في اللي هي بتعمله. جميلة قالت له إن شاء الله بكرة هتصل بحضرتك وأكون مجهزة كم حاجة، وربنا يقويكوا. وبالفعل بدأت جميلة تجمع ملابس قيمة جدا عندها، وتجمع كمان مبلغ كانت محوشاه، مع إنها في أمس الحاجة للمبلغ ده، لكن عند أي حاجة لله جميلة ما بتتأخرش. جميلة كمان دخلت أوضة مامتها وطلبت منها هدومها القديمة اللي ما عادتش بتلبسها، وحاولت إنها تلم منها الهدوم المحترمة. دخلت كمان أوضة ريهام وحاولت تلم منها أي حاجة مستورة تنفع البنات الغلابة دول. جميلة جمعت حاجات كثيرة جدا وجمعت مبلغ محترم. وتاني يوم اتصلت بحسام وقالت السلام عليكم، إزاي حضرتك يا شيخ حسام؟ أنا دلوقتي موجودة قدام الجمعية اللي حضرتك قلت عليها، ومعايا شوية حاجات عايزة حضرتك تستلمهم. حسام اتلخبط قوي، هو أصلا مفيش عنوان، جميلة راحت إزاي العنوان ده؟ لكن حسام حب يغير الخطة تغيير طفيف، ورد وقال عليكم السلام يا أنسة جميلة، أنا للأسف النهاردة مش موجود في الجمعية، الجمعية مقفولة أصلنا عاملين فيها حملة نظافة، انت عارفة حضرتك بقى الأوبئة والاحتياطات اللازمة وكده. تمام يا شيخ حسام، خلاص يومين كده وباجي لحضرتك تاني الجمعية. لا لا لا، ولا يومين ولا حاجة، حضرتك تعبتي نفسك وعطلتي نفسك كمان. ايه رأيك انا موجود دلوقتي في كافيه قريب من الشركة، ايه رأيك حضرتك تيجي تقابليني هناك؟ انا مستني جماعة برضو زي حضرتك كده جايبين حاجات للجمعية. خلاص يا فندم انا موافقة، ثواني وهكون عند حضرتك، ياريت بس تبعتلي العنوان في رسالة. وبالفعل حسام بعت العنوان لجميلة واستناها في كافيه هادي قوي. جميلة دخلت على حسام وهو متشوق يشوف البنت اللي مجننة ريهام ونفسها تنتقم منها. جميلة دخلت عليه بفستانها الواسع الطويل وحجابها الملائكي. حسام مستغرب جدا، البنت دي لا هي شكل ولا لون ريهام، يا ترى ريهام عايزة تنتقم منها ليه؟ قعدت جميلة قدام حسام وعلى وشها ابتسامة فتانة زي الملايكة بالظبط، وقدمت له الهدوم والفلوس. حسام وطى صوته وبدأ يتكلم عن نفسه وعن أعماله الخيرية، وإنه ما بياخدش أي حاجة لنفسه وكل التبرعات دي في سبيل الله. جميلة تجاوبت معاه جدا وأعلنت انضمامها للصرح العظيم ده، وإنها كمان هتجيب لهم تبرعات من صحابها. أما حسام كانت نظراته كلها نظرات إعجاب لجميلة البنت الغريبة اللي قاعدة قدامه، واللي غير ريهام خالص، وهو لحد دلوقتي مش عارف هي ريهام عايزة تنتقم منها ليه. جميلة ادته الحاجة واستأذنت عشان تمشي، لكن حسام حب يحبك الدور وقال لها أنا كمان مستعجل قوي يا أنسة جميلة، أصلي عقبال عندك كده مطلع ناس عمرة على حسابي الخاص وعايزين يسلموا عليا ويدعوا لي قبل ما يمشوا. جميلة كمان مبهورة قوي بيه وبأخلاقه وقالت له ربنا يعينك وعقبالنا إن شاء الله. مشي حسام واتصل بريهام، وكل اللي شاغل باله إنه يعرف معلومات كتير قوي عن جميلة ويعرف ريهام بتعمل كده ليه. ريهام مش عاجبها خالص تصرفات حسام ولا كلامه بطريقة الإعجاب، ريهام قلبها أسود قوي ومش عايزة أي حد يشكر في جميلة. لكن حسام مصر يعرف إيه السبب اللي مخلي ريهام تنتقم منها. خليك في حالك أحسن واعمل شغلك وخد فلوسك. جميلة بعد ما خلصت مع حسام بترجع الشركة، بتخبط على باب مكتب خيري بيه وما بتلاقيش حد. جميلة بتقرر إنها تشوف الشغل المتأخر عند أمير، ما هي عارفة إنه طول عمره مأخر الشغل. جميلة بتدخل مكتب أمير وتقعد على المكتب وتبدأ تشتغل، لكن الوقت بياخدها وبتتعب جدا. جميلة بتنام على الكرسي، وفي الوقت ده كان أمير داخل الشركة يدور على أي فلوس. دخل مكتب أبوه ما لقاش في حد، دخل مكتب جميلة ما لقاش حد. أمير دخل بسرعة على مكتبه
لأنه شاف جميلة الحاجز الزجاجي نايمة على المكتب. أمير فتح الباب ودخل ولقى جميلة نايمة زي الملايكة وهي لابسة النضارة وفي إيدها القلم وكانت لسه ما خلصتش شغلها. أمير بقرب بالراحة من جميلة وبيتأمل ملامحها وفجأة لحد هنا بيخلص الجزء الخامس. استنوني في حلقة جديدة.